بنت الصعيد رايحة الجامع منطق قليل دنيا الواسع بنت الصعيد رايحة الجامع منطق قليل دنيا الواسع وفي كل يوم لها حكاية وقعة ومن بعدها وقعة وفي كل يوم لها حكاية وقعة ومن بعدها وقعة بنت الصعيد أنا سعدي كيف تحب بالكلية بنت الصعيد أنا سعدي ولقيت حجر قوي وعري وانا بنتي جد وعندي كلبي شبه شعر النادي نادي كلبي شبه شعر النادي نادي وفي ايده حظيظ وسلاسل سلاسل كلبي شبه شعر النادي وفي ايده حظاظيظ وسلاسل وبنت قليله الحياه نازله متمكيجه وبتتمايل بعد معاك يا بنت انتي مالك ومال الناس انتي ما تبطلي وتعملي فيها شرطي هدف بقى ونبطي قالي الدلع ماسخ ما عارفش والدنيا عندي قفشي فكبش قالي الدلع ماسخ ما عارفش انا ما عارفش والدنيا عندي قفشي فقفش خلوكوا ويانا وعنشوف بنت الصعيد جوا الجمعة بنت الصعيد جوا الجمعة ياه اما كان حتة شقر جميل جدا ينسيني السحرة وسعدية وميدو اللي حصل فيها النهاردة اقعد شوية ارتاح بقى يا جنى نمتي انتي نومك احلى حاجة يا شيخة في الدنيا يا بوي النهاردة كان اليوم جميل خالص يا ساتر على الولاد يصدق جمع قولهم كلمة وبالذات الواد اللطخ اللي اسمه ميدو يصدق ما قوله كلمة ويقعد يتكلم ويقعد يرغي كتير ليه هو فاكر نفسه مين عبد الحليم حافظ يلا ما كنتش فاكره ان ممكن تدعمني بالسهولة دي انا جعانه بلا اولاد بلا هم راح اجيب اكل وبالمره اجيب للبت ندى اصلحها بيه ده انا هزكتها كتير جوه في الصحراء قدام محمد بس هي تستاهل حد قلع كده ان هي ما تكلمني شيء انا اصلا يفهمني حاجه في مصريني يلا اروح اجيب اكل احسن اجيب لك يا ندى اجيب لك يا اكل انا اصلا مش عارفه الاقي اكل ولا لا يا رب الاقي مش وجبنه وعسل حاجات كده حلوه مش الحاجات الفاف اللي بياكلوها اللطخين دول انا لازم هفرق ما بينهم لازم هوقع ما بينهم طول ما هم اصحاب انا وميدو مش هنتلم ابدا وهيخربوا لي بيتي لازم اوقع ما بينهم لازم بس لا انا ضد فكره ان اللي تقول ان الواحده لازم تصرح بحبها يا سلم ما هي جنى بتقول له كلمه بحبك 5000 مره في الثانيه عملت ايه يعني ندى
عايزة تاخد ميدو مني ولا السعودية دي كمان الفلاحة كمان عايزة تاخد ميدو مني؟ طيب لما نشوف. احلى حاجة الواحد اللي يحافظ على نفسه. امتى يا ميدو معقول احنا ممكن نرتبط ونعمل فرح؟ تمام يا عمو، حضرتك عامل ايه؟ عاملين ايه في الرحلة؟ مبسوطين في السعودية؟ رحلة جميلة قوي يا عمو، والله العظيم ناقصاكم. طيب يا رب تكونوا مبسوطين. مال صوتك يا عمو، في حاجة؟ انا عندي خبر كده. خبر؟ عايز اقولهولك بس يا ريت ما تقولهوش للسعودية، يعني لما ترجع من الرحلة خليها تتبسط في الرحلة، يعني ولما ترجع بلغيها. خبر ايه يا عمو؟ في ايه قلقتني؟ خليها فرحانة، ما تقولهاش الخبر ده الا لما ترجع. ماشي يا ندى؟ حاضر يا عمو، بس أرجوك قول لنا. قلقت صراحة. أم سعدية توفي. إيه؟ أنت بتقول إيه يا عمو؟ إزاي ده حصل؟ إمتى؟ من كام يوم. مستحيل، إزاي؟ معقولة ده؟ يا لهوي، سعدية ممكن يحصل لها حاجة. بس أنا مش عايزك تبلغيها الخبر ده دلوقتي خالص، خليها مبسوطة ولما ترجع من الرحلة بلغيها الخبر. أكيد طبعا يا عمو، أنا أكيد مش هقول لها حاجة. ويريد حضرتك ما تقولهاش حاجة. ماشي يا عم. ماشي يا عم، مع السلامة. هقولك ايه السعدية؟ ليه اتعرض لموقف صعب كده؟ هي ليه اللحظة الحلوة ما بتقعدش كتير؟ انا مش لازم اقولها، لازم اخبي عليها على قد ما اقدر. صعب ان اقول لها حاجة زي دي. حبيبتي يا سادة، هتسمعي الخبر ده ازاي؟ طب ولو ما قلتلهاش هخبي عليها؟ يا صاحبتي وانا مش بخبي على حاجة، ولو قلت لها هتتضايق وتبقى تعبانة. هو الحل ان انا ما اقولهاش، لا هي ولا الجنة ولا الميدو. احتفظ بالسر ده زي ما قال لي أنجل. هي لازم ما تاخدش بالها ان انا عرفت حاجة. قدرني يا رب على المهمة الصعبة دي. سعدية لما تعرف ان ندى خبت عليها خبر زي ده اكيد مش هتسكت، اكيد. ويبعدوا عني بقى وعن ميدو ويسيبونا نعيش. اروح لندى بقى. يا دي يا ندى نامت، يعني مفيش اي صوت في الجاي من الأوضة. معقولة يكون نامت؟ ما جايبة الاكل ده كله من مين؟ بس السحلية لو صاحية حتى لو كانت مش هاكلها معاي، ده الاكل لي انا وصاحبتي. سعدية جاية، انا لازم اعمل نفسي نايمة. لازم ندى ما تحسش ان انا سمعتها، لازم هتعامل بشكل طبيعي اكيد لحد ما يجي الوقت المناسب اللي اقدر استغل فيه فرصتي. في حاجة يا جنى؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة، تصبح على خير، انا هنام. ربنا يخليك لي يا ندى. خلاص عاد انا اقلب اطراما. عزر عيا رب جاب الحبيبي، عزر عيا ده انا شفت باختي ونصيبي. وصلي صلي. انت يا بنت يا ندى، انت يا بنت يا غطخة، انت يا بنت يا ندى. ايوه يا سعدية. ما تعمل فيها نايمي؟ بقولك يا بتصحي، يخرب بيتك كمان تلفونك جنبك. كنت بتحبي في مين يا وليه؟ انت يا بنت. انا احب ايه يا حبيبتي؟ ده انا كنت فاتحة الفيسبوك. الفيسبوك؟ ما هو ده اللي ضيعك.
يعني ايه فيسبوك؟ الفيس ده يا حبيبتي ان انا بكلم صحابي وبتعرف على ناس جديدة. اعملك وحدي سعادية؟ لا اعملك كوباية شاي احسن. انتي ممكن من خلال الفيسبوك تعرفي ناس جديدة من اوروبا ومن كل انحاء العالم. في ناس من البلد عنديني؟ اكيد يا عم. روحي انا ماليش في الكلام الفاضي دي. لا لا انا هعمل لك فيه. يا عم غربة تعملي الفيس بلا تعملي لي حتة صداع. بقولك قومي كلي معاي. جبتلي اكل معاكي؟ ايوه عشان عارفاكي بتموتي في الاكل. كنت بدور لك على مش ملقيتش. انا مش فاهمة بس اوكي. طيب انا هحضر الاكل وجيلك فورا. عبيطة مع الاكل في ايدي. انا جبتلك الاكل. انا رايحة. طب بصي انا رايحة كده يعني هظبط الميك اب وجاي. ميك اب ندى ايه الدموع دي؟ صعب جدا تبقى شايف قدام عينيك حد انت بتعشقه مليان قلق. اه صعب جدا تبقى شايف كل دمعة من دموعه نازلة حيرة من عينيك من غير كلام. صعب جدا تبقى واقف بين ايديك شايف ايديك حضن الالم من غير انين. تبقى مش عارف تروح فين ولا فين. تبقى ناسي حتى انت تبقى مين. عمري ما احلم ان اشوفك تنكسر يوم وانت جنبي. ده انت روحي ونور حياتي انت عايش جوا قلبي. عمري ما احلم ان اشوفك تنكسر يوم وانت جنبي. ده انت روحي ونور حياتي انت عايش جوا قلبي. لسه زعلانه مني من وقت بتاع الصحرا دي. انا ده انت قلبك اسود يا شيخ. ده ننسي. لا يا حبيبتي انا مش زعلانه بس انا عشان التليفون كنت باصه كتير فيه فتعبت شويه. شيخه روحي انت عامله زي امي كده لما ابويا يزعلي نفس النومه ونفس الزعله. يا بنتي تحد زعلك؟ لا 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 ما تشغليش بالك. صدق يا بنتي ندى انا حاسك امي في الرحله دي. حاسك زي ما كان امي يا حبيبتي. يا ريت اعتبريني مامتك يا سعدية. اقول لك يا اما. لا لا انا اعتبريني صاحبتك احسن. ماشي انا رايحة بقى وجايلك. متأخريش عليك. ماشي السحلية دي نامت من بدري. احسن يلا ماما. نامت على حيطة. سلام. عشان شوية كده معانا حفلة. ماشي فيها. يلا باي. حفلة مين؟ مفاجأة بقى. سلام. سلام. وماله يعني لما تعمل لي فيه؟ هو انا احسن من غيري ولا هي الناس احسن مني؟ يا ندى. ايوه يا حبيب. هو الفيس ده لازم الواحد يعمل عليه ايه يعني عشان يتعرف على الناس؟ يعني بصي بس اسم ورقم تليفون وخلاص. يعني لازم اكتب اسم؟ لا 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 ندى اكتب سعدية سليمان. ده انا بقى قطعني. لا لا مش شرط يكون اسمك يا حبيبتي. ممكن نكتبه شروق. شروق ابقى كدابة يا فجريت. خلاص الوردة الجميلة يا اختي. ولا انا جميلة ولا انا وردي. ودي ساكتي. انا هخليه بنت الصعيد. تصدقي لايقة عليكي قوي. خلاص يا ستي ان شاء الله بكرة اعمل لك حساب وحط لي صورة بقرة. ماشي يلا بقى عشان ناكل. ماشي يلا بينا. بتحبي عكبات؟ ما رديتش كده كتير. لا تاخديش في بالك. كلي كلي. انا كل ما اقول لحاجه قولي كده. انا ده هتكون لسه زعلانه مني. لكن انا صح بالنسبه لك زي مامتك. ايوه اصل انت بنتي كده. مش شايفه نفسك زي جاني؟ جاني بنت برنسيسي رغم اني على طخ بس برنسيسي. اما انت عامله زي ستي وستك ايام زمان. مرسي يا امي. يا حنان لامي كده. شيخة روح تنيلي عاد كلي بطل خام. كلي. الو استني استني ماشي ميلو في كده.
جاك ضربة بلاميدو. ايه بيكلمك ليه؟ ثواني طب اشوف بس هاي. استني 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 ماما بيكلمك ليه؟ ثواني بس هشوف هاي. استني استني انتي كلميني كلميني انا بصي لي انا بنت خالتي. نعم نعم. ازاي تكلم واتساب بالليل كده؟ ثواني يا ميدو خليك على الويتنج. بلا ويتنج بلا بتاع. ازاي بتكلم شاب واحنا بالليل كده؟ طب يا بنتي هشوف الولد عايز ايه؟ ينفع بالليل كده تتكلموات؟ اشوفه عايز ايه؟ احكيش يا بنت على دمك. طب اشوفها عايز ايه وهرجع لك. شوفيه. ايوه يا ميدو. شت كلمه كويس. بطل ما يعرف التليفون. ايوه يا ميدو دي سعدية. انت عامل ايه؟ حاضر هنجهز. وضحتني قدام الوقت. هنجهز. حاضر يا ميدو. باي حبيبي مع السلامة. يا ايه اختي كنا نتطرق من شوية على زيني اما بقول حبيبي. سلام يا ميدو. قلتي سلام يا ميدو. حبك بارس يا بعيدي. I'm sorry يا ميدو. سلام. في ايه؟ كسفتني قدام الولد. شك ضربة بلا والا. ايه اللي انت عمالة تقولي له دي وفي الاخر تقولي حبيبي؟ انت بتستهبل يا بنت. شكلي كده معرفتش اربيك كويس. انا اسفة انا اسفة يا سعدية مش هقوله كده تاني ابدا. عارفة يا ندى لو شفتك بتقولي له كده تاني هقول لجدتك اللي انت قاعدة معي. خلاص انا انا اسفة. يلا بينا نفرح الحفلة. حفلة مين؟ يلا في حفلة دلوقتي. يلا بسرعة. يلا 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 يا قمر. يلا بينا. هنصحي جاني؟ لا هي اصلا مشيت قدام. انت هتضرب وزورها. يلا بينا. يلا 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 طخ. حبيبي على نيته كل البنات اخواته. يا بنت ايه امشي ساكتي انا مصدعه. سيبيني اغني بقى انا رايحه حفله. ده ما كانش كده بس انا غيرتي كل حياته. حياته؟ ايه الكلام فاضل انت بتقولي دي؟ ده انا اقول لك الغنى اللي بجد مش بتعرف تغني. بتعرفي تغني يا سوسو؟ طبعا. بتعرفي تغني؟ طبعا بعرف اغني. طب ما تسمعينا صوتك كده بقى يا مان. مان؟ انا سعدية مش ايمان. قولي. ده الغنى اللي باصله. قولي يا باشا. وصلي صلي وعزي راعية يا رب قابل حبيبي. بس فرقت الناس كلها الفندق على عزي راعية ده انا شفتي ميدو نصيبي. يلا بينا الحفلة بقى. وتقولي ما كلمهوش. لا ما قصديش اني. طب امشي قدام. يلا حبيبتي يلا هنتأخر على الحفلة. ايه يا ندي احنا فين يا ندى بجد قولي اللي احنا فين. بصراحة كده يا ست احنا رايحين رحلة الحفلة ديسكو. ديسكو؟ ايه يعني ديسكو دي؟ يعني مكان بيرقصوا فيه كده يعني. هنشوف دلوقتي. بصي كده. يا لهوي ايه ده يا ندي؟ ايه المكان اللي انت جايباني فيه دي؟ ليه بيرقصوا كده شبه المتكهربين؟ يا حبيبتي دي هتبقى ليلة جميلة قوي. ليلة جميلة؟ ما هي باينة من اولها بلا ليلة جميلة. ايه اللي بيعملوه دي؟ يا بنتي هو الرقص كده. رقص كده؟ اه ما احنا عندنا برضه في الصعيد الرقص كده. اه بشوفه في الزار لما الوحدة يكون عليها عفاريت بندقولها كده عشان يطلع. طب يلا نرقص. نرقص؟ نرقص ايه يا بنتي؟ غور لوحدك انا هقعد هنا اتفرج. روحي لوحدك. يا بوي ليه الواد ده شعره عامل كده وماله الواد ده كمان؟ ليه مركب الوان الطيف كلها في شعره؟ وماله الواد ده كده وقفته مش مظبوطه؟ ليه واقف كده ما يقف زي الناس؟ ومالها البت دي كمان؟ ليه واقفه شبه المجنونه كده؟ وليه البيت دي كمان لابسة بلوزك وما أوف الملاق؟ معهاش فلوس تكملوا؟ سعدية انت قاعدة لوحدك ليه؟ قاعدة لوحدك ليه قليل؟ بس يا واد روح ارقص لوحدك انت وجنى المدعوقة بتاعتك دي. امشي روح ارقص مع جنى يمكن العفاريت اللي عليها والجن يطلعوا. لا 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 انا عايز ارقص معك انت. عايز ارقص معك انت يا سعدية. جرستك حية يا شيخ. روح روح غور من هنا. يلا كفاية قلة أدب. بلاش رقص. ممكن اقعد اشرب حاجة معاكي؟
هو برضه ما ينفعش. خلاص ابعد بس بأدب. طيب ثواني يا سعدية هروح اجيب حاجة نشربها. اتفضلي يا سعدية. ايه دي غريبة مش عارفة ايه ده؟ وهعرفه منين ان شاء الله؟ شمبانيا يعني خمرة. عادي عادي تفريح يا ماما تفريح. ولا تفريح ولا جنايز يا اخوي. غور غور كده امشي غور. ليه كده؟ ليه كده يا سعدية؟ ليه كده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ماشية وسايبة هذا. سلام. سعدية في ايه؟ سعدية في ايه يا سعدية؟ الواد البقرة ده بيديني شمبانيا وبيقول لي اشربيها يرضيك يا ندي؟ خلاص يا ست اشربي اي حاجة تانية. لا انا مش هقعد في مكان في قلة الادب ده. سعدية 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 انا اسف معرفش انك مبتشربيش. انا اسف معرفش انك مبتشربيش يا سعدية. غور ياد ربنا ياخدك. عايز تسجيني خمرة على اخر الزمن. خلاص تعالى نقعد هنا بلاش نروح الديسكو ده الجو على البحر يجنن. اقعدوا يلا. سعدية انا اسف ما تزعليش بقى. بس ياس انت لسه ليك عين تتكلم معاي. انا ما كلمش الناس بتشرب الحاجات دي. بجد انا اسف. وعلى فكرة يا سعدية انا مش بشرب. انا بشرب بس كده تفريح يعني. وبعدين خلاص يا ست مش هشرب تاني والله. انا اسف. بتضحك على نفسك ولا علي؟ اتهبب واسكت خالص. انت اخرتك جهنم اصلا. تولع في جدتك وانا افرح فيك. خلاص بقى مش هشرب تاني ابدا. نعتبر ده وعد يا ميدو. اكيد والله يا ندى. وعلى فكره ده عشان خاطر سعدية بس. طيب بقى انا راح اجيب لكم حاجه ساقعه واجي. باي باي. خلاص بقى يا سعدية بجد انا اسف. وبعدين ندى خلاص راحت تجيب لنا حاجه نشربها تانية غير الخمر. بجد انا ما اعرفش انك ما بتشربيش شمبانيا وانا مش هشرب الشمبانيا تاني. انا والله حد كويس يا سعدية بس انت اللي مش عارفاني. انت واخده عني فكره غلط. اعتبر ده وعد منك يا عم. أدام هتصلح من نفسك وتبقى كويس أنا هبقى كويسة معاك. على العموم أنا بجد متأسفة يا سعدية ولو أنت زعلانة أنا فعلا بجد بجد مش هشرب تاني. طيب يلا وصلك للفندق. يلا عشان الوقت اتأخر. معلش يا جماعة اتأخرت عليكم بس الجماعة بيقولوا إن هما ماشيين دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا يا نادي. أنا لما زعقت فيك من شوية كنت خايفة عليك مش عشان حاجة يعني. مش انت اخونا يا محمد صاحب التنادي؟ طبعا دي سعدية بتعزك قوي يا ميدو. خلاص يا بنت يلا بينا. طب يلا بينا. سعدية يلا ننزل البحر. مش نازل فوق انزل انتم. ثواني كده جايه لك تاني. ايه رايك يا ميدو لو قلنا لسعدية ان هي نركب لانش؟ اكيد هتوافق. فكره جميله يا ندى. فكره جميله فكره اللانش دي. يلا نقول لسعدية. تمام يلا بينا نروح لها. سعدية سعدية احنا نأجر لانش يلا عشان تروحي معانا. ماشي انا موافقة يلا بينا. انا هاجي معاكم. ليه انت كل مكان تروحي معانا يا؟ معلش يا سعدية خليها تروح معانا وخلاص. شيخة عاملة زي اللقمة في الزور كل مكان نروحه لازم تيجي معانا. تعالي يا جنى. تعالي وخلاص. بس انت اللي جنيت على نفسك. انا هروح غصب عنك يا انتي مفهوم؟ انتي وليه بتقول لي انت؟ ان شاء الله ماليش اسم. تعالي يا اختي تعالي. طبعا جايه معاكم. طبعا جايه معاكم. ايه الجو الجميل دي؟ الله البحر جميل قوي. سعدية ايه رايك في البحر؟ الجو جميل جدا. جميل قوي يا ميدو. واحلى حاجه ان احنا مع بعض انا وندى. يعني ازاي ميدو بيقعد مع سعدية ومتجاهلني بالشكل ده؟
هو في ايه بالظبط؟ ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه. هو ميدو ذوقه بقى وحش كده؟ كان هيفوتك نص عمرك لو ما جيتيش معانا الرحله دي. ايوه اكيد. على فكره الرحله جميله جدا 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 واللانش جميل جدا جدا. انا ياما ركبت لانشات وياما طلعت البحر، بس الاجمل في الرحله دي ان انا معاك يا سعاده. بجد انا مبسوط جدا ان انت طلعت معانا الرحله دي. شكرا يا محمد، وانا كمان مبسوطه ان انا معاك. انا لازم اتصرف، لازم اعرف ايه الحكايه، لازم. هخلي سعاديه دي تقوم من عند ميدو وانا اللي اقعد. يلا عشان تكمل فرحتك هيجيلك الرخمه قدام عينيك. انتي امي من هنا، سمعتي جنى؟ لا سعدية مش هتقوم من هنا. ايه يا ام سحلول عايزاي؟ بقولك ايه، امي من جنب ميدو، انا عاوزة اقعد جنب ميدو، سمعتي ولا انتي ما بتفهميش؟ سعدية مش هتقوم من هنا. يعني ايه يا ميدو مش هتقوم من هنا سعدية؟ يعني ايه؟ ايه بالظبط هي مش هتقوم من هنا ليه؟ لا يا اخوي انا سايبها لك وسايبها لي. اقعدوا يا اخويا مع بعضكم، اقعدوا اقعدي يا اختي، هسيبك زي القردة قاعدة هنا. اقعدي. انا زي القرد يا مجنونة؟ انتي مجنونة؟ انا مجنونة؟ مجنونة انتي؟ طب خدي عندك بقى. انتي هتعملي ايه مجنونة؟ انتي انتي هتعملي ايه؟ على الله السمكة تاكلي. ايه اللي انت عملتي ده؟ انت غبية. ايه اللي انت عملتي ده؟ حليت هي روح حطينها. امسك يا جنى في الطوق، امسك في الطوق يا جنى، امسك في الطوق. الحمد لله الحمد لله. تعال 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 ادوها حاجة تشربها. شربتي كاس المر يا فجري؟ على فكرة انا بعرف اتصرف في المواقف دي. شوفي انتي بقى هتعملي يا عودي. انا جاي لك يا سعدية، خلي بالك خلي بالك، انا جاي لك انا جاي لك. شفتي بقى اللي زيك ما بيعرفوش يتصرف في المواقف دي؟ عشان تتعلمي تكلمي اللي احسن منك يا بيه. انا جاي لك يا سعدية، خلي بالك خلي بالك، انا جاي لك. سعدية سعدية الحمد لله. ندى شوفي لها حاجه تشربها لسعدية. خدي اشربي اشربي. جنى اللي عملتيه ده غلط على فكره، ما ينفعش نعالج الغلط بغلط يا جنى. المجنونه دي عملت فيا ايه؟ شفتي يا ندى؟ اشربي حبيبتي اشربي اي حاجه، اشربي اشربي المية دي عشان تهدي. اشربي. منك لله يا مجنونة، اللي اسمك جنى. احسن خلاص يا جنى انا مسامحاك. تعالي حبيبتي تعالي سلم عليك. تعالي تعالي اصلا انت تستهليها العضة دي. خلاص يا جنى خلاص يا سعدية، احنا خلاص وصلنا. الرحلة كانت كويسة بس انتوا بهزاركم مع بعض كنت هتخلوها مش كويسة. يلا كل واحده تروح على قضيتها. يلا اتفضلوا. ندى حاولي تخليهم ما يحتكوش ببعض. يا ميدو اللي انت ما تعرفوش ان انا كل يوم في كده. حاضر يا ميدو. يلا بينا. يلا انت خدي دي الاول مش قدام. يلا يا جنى. يلا يلا يا سعدية. يلا بينا. تصبحي على خير يا ميدو. باي. تفضلي. يلا بس مش قدام. سلام يا محمد. تفضلي تفضلي. مش قدام. يلا باي. سعدية على فكرة بيقولوا ان في حفلة، بس الحفلة دي ما ينفعش انك تروحيها الا لما تكوني لابسة مايو. انتي هتروحي الحفلة دي؟ اتهب يا بيت اروح حفلتية. روحي لوحدك انا مش رايحة الحفلات دي. انا؟ لا 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 انا ما بحبش اروح الحفلات اللي زي كده. جدع يا بيت كنت فاكراكي قللت الادب، بس طلعتي بنت محترمة تستاهلي تمشي مع سعدية بلا فقر. ماشي يا ست سعدية، تعالي بقى نتفرج من بعيد. تعالي نتفرج على الحفلة دي. مش حفلة دي، ده شكلها عرض أزياء. ايه البنات والولاد دول هدومهم ضاعت يعني ولا معهمش هدوم؟ انت فين يا اما؟ تيجي تشوفي اللي اتحرمتي منه طول عمرك؟ فينك؟ مالك بس يا سعدية، ده عادي
اتفرجي بقى وانت ساكت. ازاي يا بنت اتفرج وهو ساكت؟ ده اللي انا شايفاها دي عايز البلد كلها تيجي تبصم عليه، وبالذات العمدي. فينكم يا اهل البلد؟ تيجي تشوف اللي انا شايفاها دي؟ مش البنات اللي عنديني الواحد فاكر ان مراته زين بنات البلد وهي في الحقيقي ولا بلاش؟ مالكم يا بنات مش هتدخلوا الحفلة ليه؟ لا معلش يا ميدو، انا مش بحب ادخل حفلات اللي زي دي. لا يا واد ادخل فيها، انا ما ادخلش الاماكن من قلة الادب دي، روح لوحدك. خلاص خلاص ما تزعلوش، لو مش عاجبكم الحفلة ممكن نروح مكان تاني على فكرة. انا هاجي معاكم. يا دنيلي، هي البت الفجرية دي ورانا ورانا. على فكرة انا مش كلمتك خالص، متكلميش معايا انت يا بنت. ده انا سبتلك علامة وبرضو مش محرمي، وعلى فكرة انت بقى شكلك وحش واللي يشوفك لازم يغمض عينيه. في ايه بالظبط؟ ايه الحكاية؟ احنا المفروض نعمل لك اعلان ونقول جنى مش هتقدر تفتح عينيك، ولو فتحت عينيك تكسر رجليك. بقول لك ايه، انا كده وانت تبي ايه؟ بجد مش شكله بيضحك. روح يا ام سحلول شوف ابنك سحلول بينادى عليك. بقول لك ايه يا مجنونه انت. على فكره يا ندى شكلهم حلو قوي وبيشتموا بعض. جنى معلش سعديه بتحب تهرج معاكي، بس يا سعديه كفايه خناقه بقى، يلا عشان نخرج. جايه معاكم. كفايه خناقه. هنروح فين يا ميدو؟ ايه رايكم نروح سينما وبعد كده نتعشى؟ موافقين؟ اكيد طبعا موافقه. انا هاجي معاكم. وانا كمان موافقه. فيلم جميل قوي، فيلم لذيذ جدا. كان فيلم جميل قوي ورومانسي جدا. بس يا شيخة، بس مالك يا سعدية بتعيطي ليه؟ والفيلم مأثر فيك قوي كده؟ يا شيخة روحي فيلمية، انا مأثرة فيا بس القطة بتعيط عشان قطة اللي اترمت من فوق السطوح ومحدش لحقها. قطة للدرجة دي يا سعدية؟ انت زعلانة على القطة؟ ياه. ايوه يا واد مش بتتكلم، لازم نراعي حقوق الحيوان. بتعيط عشان قطه؟ عبيطه صحيح. خلاص يا ستي ما تزعليش، ده تمثيل. خلاص خلاص يا سعديه ما تزعليش ما تزعليش. ايه يلا بقى عشان نتعشى. يلا بينا بقى نتعشى. يلا حاجز لكم في مطعم تحفه. يلا يا جنى. يلا يلا يا سعديه. يلا بينا. يلا يا ندى. يلا بينا نتعشى. ايه رايكم في المطعم ده؟ انا بجد هموت من الجوع. حجزت لكم في ترابيزه على البيست. ميدو انا هقعد جنبك بدل المتوحشه دي. يا صان ماريا فاندم، لو سمحتي هاتيلي اوستيك بالكيري وخضار سوتي وعصير جريت فروت. اوكي. ايه يا اختي اللي انت بتطلبيه دي؟ بلا كاري بلا باري. يوي ويا كمان انت تجري وانا فوت ده فلاح هموت. اتهبب يا بنت برانيلي. تعالي تعالي يا حبيبتي هنا جنبي، قولي لي انت مش عندك رز وفراخ ولحمه وسلطه؟ رز وسلطه ده اخرك اساسا. عندنا. هاتي لنا كلنا زي بعضينا. اوكي. فلاحه تعرفيش تتعلمي تاكلي في المطاعم الشيك؟ بيئه تقمري باي حاجه تانيه؟ مش شكريني يا حبيبتي. يلا الاكل قدامكم على الترابيزه، كلوا بسم الله يا جنى. يلا يا ميدو كل دي من ايدي. جنى خلاص انت ما بتاكليش يا جنى، كلي. طيب كلي. يلا بقى خليني اغيظ الفلاحه دي. افتحي بقك بقى يا جنى، افتحي بقك كلي. ميرسي يا حياتي. ما تلموا نفسكم انتوا الاثنين، جاكم القرف. انت مالك؟ انت متغاظه ليه؟ متغاظ ليه يا اختي؟ بس انا قرفانه من اللي انتوا بتعملوه مع بعض دي. حد كلمك؟ حد وجه لي الكلام؟ متغاظة على الطق ليه؟ انا هدخل التواليت بقى عشان اظبط الميك اب واظبط نفسي واجي لكم. يلا باي. احسن لمدد استغل الفرصه واحط لها شطه في الاكل. روح يا جنى يا ربي يولع في بقك. على الله الشطه تحوط فيك يا جنى، كان نفسي احط لك كيلو مش معلقه بقى. هاي
اتأخرت عليكو؟ ايه ده؟ انتوا اكلتوا وسبتوني؟ بجد الله الاكل رائع جدا. كولي. خلاص هاكل بسرعة عشان نمشي. الحقوني. بقي الاكل فيه شطة، الاكل وحي، الاكل فيه شطة جامد. الحقوني الحقوني الحقني يا ميدو، الاكل فيه شطة. طيب طيب خلاص يا جنى، خدي شوية مية، خدي شوية مية. مية دي يا داي، ده انت هاتلع المطافي احسن عشان تعمل مفعول سريع. الاكل النار، ليه بقى كده؟ ليه مالك يا جانا؟ في ايه؟ انتي بقى اللي عملتي كده، ومفيش غيرك يعمل اللي عامله دي. انتي متوحشه، حيوانه فلاحه. ده تجميلي، ده انا سعديه بنت ام سعديه، زينه بنات الصعيد. اما خليتك تتعلم الادب وخليك تبطلي قله الرباي يا جانا يا بنت ام جاني. ما بقاش انا سعدي. لا انتي، مفيش غيرك انت اللي يعمل ده. وتربط سيد البلوبي ما عملت حاجه. انت بتتهميني بالباطل، هتخش النار. لا انتي، مفيش غيرك. ايوه انا اللي عملت كده. اللي معاك اعملي يا ام سحلول. طيب ليه كده يا سعديه؟ ليه كده؟ انت مالك انت؟ ولا متغاظ على حبيبتي القلب؟ لا لا مش الفكره، بس المفروض ان احنا في مكان عام يا سعديه، المفروض نحترم المكان شوية. بصي هادي يا لطخ، انتي وافقت اخرج معاكم عشان انا بعتبركم زي اخواتي، وخصوصا بقي ان معانا نادي والاخ جاني. ولا انت فاكرني عاشقة سواد عيونك؟ جتكني لف شكلك العفش. بس بقى يا جماعة عيب، يلا بينا نمشي. قرصون الحساب معلوم. خلاص خلاص يا جماعة، خلاص يلا يلا هحاسب وهنمشي. يلا يا بيك. يلا كان يوم جميل، تصبحوا على خير. انا بقول بقى نروح نشتري شوية حاجات عشان ده اخر يوم لينا، موافقة؟ خلاص يلا بينا. جانا وميدو قدامنا على فكرة. انا من نفسك مش شايفاه. انا بجد لو كنت اعرف ان الرحلة دي فيها جاني ما كنت تجي. مش انتي قلتلي اعملي نفسك مش شايفاهم؟ حاضر. جانا شايفة مين هناك؟ ده ندى وسعدية، تعالوا نشوفهم. يلا يا ميدو. ندى سعدية انتوا مش شايفيننا؟ معقول؟ يا دنيلي برصة وسحلية ماشيين، هنشوفهم ازاي يعني؟ ولو شفناهم نضربوهم ونمشي. ليه كده؟ مش كنت تقول عشان نخرج سوا؟ اخصى عليكم. احنا ما نعرفش ان انتوا خارجين. لا عارفين، بس احنا مش عايزين نطلع معاك. ليه بقى يا انتي؟ مش عايزاني اجي معاكوا ليه؟ بصي بقى يا جاني، وحياة الغاليين عندك، انا مش عايزاكي تنطقي معايا خالص. ليه؟ عشان صوتك وحش، بيلم الناموس وكل الحشرات المعفنة، وكمان خايفة عليكي. لحسن اعمل لك عاهة ومحدش يلحقك. انا ناقصة تتحسبي عليا وحدي؟ بص احنا هنشتري حاجات، لو انتوا هتشتروا حاجات يلا معانا، ولو رايحين مكان تاني يبقى باي باي. لا احنا هنروح معاكم، هنروح معاكم. هي غلاسة بقى وخلاص. الله حلوة قوي الطقم ده، بجد شيك قوي. ايه رأيكم؟ سعدية انت اخترتي ايه؟ ايه رأيك يا ندى في العباية دي؟ جميلة قوي. مالك انت متضايقة كده ليه؟ انت مش شايفة جوني؟ مش شايفة الطقم اللي اختارته؟ ايه العباية الفلاحي اللي سعدية جابتها دي؟ ايه سعدية اللبس اللي انتي هتلبسيه ده؟ مالك يا اختي مش عاجبك؟ ده فلاحي قوي. دي جميلة قوي وشيك. جميلة ايه؟ شايفاها دي عاملة زي الخيمة، فعلا فلاحة. تعرفيش في اللبس الستايل. يخرب بيتك، ايه اللي انتي بتقوليه دي؟ مالها يا اختي العباية؟ ياي هو انتي متعودة تجيبي لبسك من التوحيد والنور ولا ايه؟ التوحيد والنور احسن منك على الاقل. مش بجيب لبس انا من العربيات والسوق، ده انتي اخرك سوق الثلاث وسوق الجمعة وكل الاسواق اللي بتجيب اللبس اللي معاكم ده يا بيقي. لبسي ما بجيبوش غير من احسن مول في البلد. ما هو باين عليكي بقى مقالت الناس اللي بتقول عليك ان بتروحي تشتري لبسك من الوكالي، ويا ريت بتشتري في الاخر، ده انت بتشحتي. انتي بقى مش بتلبسي غير اللبس اللي على العربيات، الحاجات اللي في الشوارع ده اخرك.
مش احسن من جيبتك القصيرة دي بتاعت اختك الصغيرة دي؟ ولا انت ما كانش معاك فلوس تكمليه؟ عيب كده بقى انتوا الاثنين. شانا وانت مالك؟ بتلبس اللي تلبسه، انت مالك انت؟ ما لازم تتسحب من لسانها ام سحلول المعفنة دي. وانت مالك يا ميدو؟ زعلان عليها قوي كده ليه؟ ممكن افهم؟ هو اللي يقول كلمة الحق يبقى ماله، ولا انت شايفاني بحب فيه ومسبله له بعيني عشان كده بيقول لك عيب؟ خلاص يا سعديه، حقك عليا، حقك عليا. ولا حق عندك ولا عند الجيران، انتهيني. لا معلش بقى، انت لازم تتصالحوا. ايوه يا سعديه، لازم تتصالحوا، لازم تتصالحوا. جنى مش هكلمها تاني. يلا 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 صالحوا بعض بقى، خلاص مفيش مشكله، مفيش حاجه، احنا طالعين رحله مع بعضينا عشان نتبسط، مفيش مشكله يا اخوانا. معلش بقى يا سعديه، معلش يا جنى، معلش يا ميد، مفيش مشكله يا اخوانا، يلا صالحوا بعض. يلا بقى عشان احنا عندنا مفاجأة النهاردة، رايحين المسرح. يلا بينا بقى. طول عمري طيبة وبسامح. يلا يلا بينا. نزلت دموعي من عينيا، قلقت من الديبر اللي فيا، ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية، سألت كل المجروحين. يلا يا جانا، ميدو مستني تحت. استني بقى يا ندى، عاوز اخلص. يا دنيلي، ايه اللبس القصير دي؟ وفرحانة قوي بلبس العيال اللي هي لابسها دي، وهي اللي بتحطه في عينيها دي 66 لون. ليه ده كله؟ هتحط الوان الطيف كلها في عيني؟ ايه الهباب دي؟ عاملة زي العفريتة الوحشي دي. يا واحدة يا جنى، يلا ساعة سبعة. انت يا سكر، ما تخلص، يلا ليكي ساعة ما لا تتزوجي قدام المراية. استنوا بقى ما تلخبطنيش، عاوز اظبط الميك اب. على اساس يا اختي بترسمي لوحه فنيه، ما لخبطكيش. استنوا بقى. يلا يا ننس عن امي، يلا اخلصي. ميدو. ايوه يا ميدو. الو، اتاخرت ليه؟ خلص وانا مستنيكوا تحت. انا جايه اهو. خلاص خلصت، في ايه مستعجلين كده ليه؟ ميدو بيرن عليا كل شويه، بقول لك ايه يا بيت؟ والله لو ما خلصتيش هنمشي ونسيبك. اخلصي. خلاص بقى. الو الو، ايوه يا محمد. اخرتوا ليه؟ خلاص وانا مستنيكوا تحت. ايوه احنا خلاص لبسنا وجهزنا من بدري انا ونادي. يلا عشان نلحق المسرحيه من اولها. مستنيني الست هانم لما تخلص. الست جنى لسه ما خلصتش. سلام يا سعد. انزلوا وانا جاي وراكم. ايه يا جماعه التاخير ده؟ امال فين جنى؟ لازم معاها ربنا 10 ملايكه فوق. لا يا اختي، ده معاها 10 شياطين بيسيبوها تلخبط في وشها. بتعمل ايه كل ده؟ بتعمل ايه كل ده فوق؟ بتعمل المتحف المصري في وشها، مستنيه لسه امون حطب يجي يتمم عليه. اهي جنى جت اهي. اهي جت خلاص، يلا بينا المسرح بقى. يلا بينا، يلا بينا يا نتي. هاي يا شباب، انا جيت. ايه التاخير ده كله يا جنى؟ يلا بقى ما تأخرتش كتير. يلا بقى، يلا بينا. حاضر. انا سمعت ان حضرتك يا سيدي بتشتغل في الحبل الدبلوماسي. فندم في الحبل الدبلوماسي. سيد بيه يقصد السلك الدبلوماسي. بس المسرحية ابتدت، بس مش مشكلة طالما احنا حاجزين مكان، مفيش مشكلة. يلا عشان نلحق اللي بقى من المسرحية. تفضلوا جنى سعدية، مش عايزين اي حركة من حركاتكم جوه المسرح. المسرح ده المفروض نقعد فيه هاديين، ماشي؟ عايزين اليوم يعدي على خير. قولي لهم يا ندى. ماشي. فجريه، ده المسرحية بدأت من بدري وكل يوم في مكاسب دبلوماسية جديدة. فعلا احنا بنتبوأ مكانة كبيرة جدا، وخصوصا في امريكا اللاتينية مع حركات التحرر. ده ليها وقت طويل كله بسببك يا وحشي. يا وحشي، ام لغبط انت. ما حصلش حاجة يا ماما، ما تأخرتش كتير.
بدري من عمرك الى هتموتي قادر يا كريم. تعالوا بقى نلحق المسرحيه قبل ما تضيع علينا كلها. طب وحياتي الغالي امي، تخلص المسرحيه وشوفي هعمل فيكي يا جن، عشان الوقت اللي ضاع واحنا مستنيين السفير عزيز. ايه ولا جاي من لوقت. عايزين يوعونا ببعض يا خالي. ثم ماتت رابعة ومات شحير بن حنجل وانتحرت حرقوفة بنت حرقفي، بأن وضع صما بندقيا في قفاها فخرت كالبعبد، ومات شحلفون بن حنجل، وماتت سحلبيسة بنت حلتبيس، ومات الممثلون جميعا في هذا المسلسل، ثم مات المنتج والمخرج، وحينما عرض هذا المسلسل في التلفزيون مات المشاهدون جميعا. ايه يا دي عادل امام، يا حلاوة يا ولاد، بصي بصي يا ندى، بصي عادل امام اهو قدامك. بس يا بنت الناس بتبص علينا. يا حلاوة يا ولاد، يجي ابويا دلوقتي يشوف عادل امام. عادل امام، عادل امام يا ولاد، عادل امام، هاي عادل امام يا نادي، عادل امام يا حلاوة يا ولاد، عادل امام. مش مصدق يا نفسي، انا شفت الزعيم عادل امام. يا دي اليوم الابيض. ايه سعديه بس الناس بتبص علينا. انا بس يا استاذ عمر بقى، بلا سيف دي بلا بتاع، انا مش شايف الليله مش هتعدي على خير دي. انا هعدوك الليله دي، ما وراش حاجه، هتركوا وراكوا حاجه الليله دي. بس يا بنت انا مالي ومالي الناس. تعالى يا ابويا شوف، شوف الزعيم عادل امام. فينك يا ابويا تيجي تعلق يافطة على باب الدوار؟ ده العمدة لو عرف هيموت من كتر فرحته. يا حلاوة يا ولاد. طيب خلاص بس يا سعدية، خلاص خلاص خلاص، ده انا هخليكي كمان تسلمي عليه. بجد يا هاد هتخليني اسلم عليها؟ ايوة يا ستي بجد، وهخليكي تتصوري معها كمان. الله، واكبر الصورة اخليها متر في متر وعلقها على باب الدوار بتاعني. عودي بقى نشوف المسرحية. مش مصدق يا نفسي، عادل امام، عادل امام اخيرا شفته. الله، ايه ده عادل امام، كان نفسي بجد اشوفه من زمان. مبسوطة يا ستي؟ شفت عادل امام؟ اديني صورتك معاه، وهديك الصور تعلقيها على باب الدوار زي ما انت عايز، وخلي العمدة يموت. جدع يا واد يا ميدو، تصدق؟ انا فرحانة بيك قوي. يا سلام، هعلق صورة عادل امام. اني سعدية سليمان اتصورت مع عادل امام. سعدية نسيت الخناقة اللي كانت هتخنقها معايا. يلا بقى عشان نتعشى وبعد كده نروح. اعزمكم على عشوة جميلة جدا النهاردة، ان شاء الله العشاء ده مش هتنسوه. يلا يا ميدو. سعدية خذي في كل الشنطة بتاعتي. لا يا اختي، وانتي تسليتي ولا مفكيش ايديا؟ خلاص خلاص يا بي، هاتيها يا جنى شلهالك. ميرسي يا ندى، كلك ذوق. لا يا حبيبتي ولا يهمك، احنا صحاب. يا بنات انا هطلب ايس كريم، هتطلبوا ايس كريم معايا؟ انا عن نفسي عايزه ايس كريم. انا عايزه ايس كريم شوكولات. وانا عايزه زيك يا ندى. ماشي اوكي. جرسون، 4 ايس كريم هنا لو سمحت. سعديه ممكن اسالك سؤال؟ هو انت بتعرفي تاكلي الايس كريم ده؟ ده انا باكل احسن منك يا جلسة الرباية. انت عادي يعني تاكليه؟ يعني بتعرفيه اصلا؟ تعرفي يعني ايه ايس كريم؟ ما ظنش. لا ظني يا اختي، ولا عايزاني اعرفك ازاي تظني. دلوقتي هنشوف. ولا انت عايزة تاخدي العلقة اللي انا من فرحتي نسيت اديها لك؟ لا 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 لا، ما تعرفيش. وبعدين كان في هنا فلوس في الشنطة انت اخدتيها. وناخد منك انت فلوس يا اختي؟ ليه؟ حرامي يعني؟ مفيش غيرك اللي يعمل كده. بجد عيب يا جنى. ايه يا جماعة، انا بهرج. بتهرج تخليني حرامي واسرق فلوسك؟ يخرب بيتك، انا قلت برضو نهايتك على ايدي. يا بنت ده انا لو ابويا عرف يموتني مش زيك انت يا حرامي.
احترمي نفسك يا وحشة انتي. ما انت لو كنت حلوة ما كنتش لخبطت وشك بالحاجات العبيطة اللي حطاها دي. ده انت لو غسلت وشك الناس تقول لك انصرفي. مش هرد عليكي. انا قلت ايام اللي جابوكي مش هتعدي وليلتك هباب. فعلا فلاحة. تاني كلمة فلاحي؟ بتعملي ايه يا مجنونة انتي؟ انتي اصلا كل حاجة بتعمليها غريبة. كل حاجة عشان فلاحة اكيد. طب خدي الحقوني. شيلولي ده شيلولي ده. انتي غبية. هو في حد يعمل كده في حد؟ يرمي الايس كريم في وش حد تاني؟ انتي اصلا غبية ما بتفهميش؟ متخلفة بيئة. ايه اللي انت عملتيه ده؟ تصدق وشك حلو بالايس كريم دي؟ انتوا اغبياء. وانا قلت لكم لازم ان اليوم ده يعدي على خير. ايه احنا جايين رحله مع بعض عشان ننبسط ولا عشان نتخانق؟ خلاص بقى سعديه. خلاص بقى جنى. هديهم يا ندى. انا مش عارف اعمل ايه. خدي حبيبتي خدي مناديل. اعملي اي حاجه. خدي مسحي وشك باي حاجه. روحي اغسلي وشك. طيب لا سيبيها سيبيها. وشها حلو بالفراوله والشوكولاته. نفسي تحسوا ان احنا في مكان عام. حسوا ان احنا في مكان عام. يلا يا ندى انا حاسب. يلا صلحوهم على بعض قبل ما حاسب. ازاي يا سماحة؟ انتوا بتقولولي ايه؟ ما شفتوش هي عملت ايه؟ انا ماشية. يلا بينا بقى مروحين. يلا بينا عشان احنا مروحين الفندق. هديهم يا ندى. يلا عشان نروح. بكرة السفر بقى ومسافرين. اخيرا اخيرا مش هشوفك تاني يا جاني. يلا بينا بقى مروحين. خلوكوا ويانا وعنشوف بنت الصعيد جوا الجمعة. بنت الصعيد جوا الجمعة.